هل تساءلت يوما عن مقدار البكتيريا التي حصلت عليها من شخص آخر؟ أو كيف تقوم الحلزونات بالأكل؟ قد تكون الإجابات على أسئلة كهذه أكثر صدما مما تتوقع. مع بعض الحقائق، بمجرد أن تعرف أسرارهم تتمنى ألا تكون قد تعلمت ذلك. اجلس واستمتع واستعد حتى لا تكون معرفتك أبدا كما كانت. فيما يلي 20 حقيقة ستصدمك مدى الحياة. رقم 20. الأجسام البكتيرية. لا يتوقف معظمنا لحظة للتفكير في عدد الكائنات المجهرية التي نتشارك معها أجسادنا، لكن الأبحاث التي أجريت لمشروع التنوع البيولوجي للسرة وجدت أن هناك حوالي 70 نوعا من البكتيريا في سرة الشخص العادي وحده، حتى أنهم وجدوا هناك بكتيريا تستخدم عادة لصنع الجبن. علاوة على ذلك، إذا تمكنت من إزالة جميع البكتيريا من جسمك فسوف يصل وزنها إلى 200 جرام، وإذا لم يكن تبادل الأرقام كافيا بالنسبة لك ففي كل مرة يقبل شخصان بعضهما يتبادلان ما بين 10 ملايين ومليار بكتيريا. تعيش من بين 100 ألف مليار بكتيريا في الأمعاء، 85% منها مفيدة وهي ضرورية لإبقائنا على قيد الحياة. على الأقل لن تشعر بالوحدة الآن أبدا. رقم 19. الحزن الصامت. إليك صورة مزعجة حقا. من المعروف أن الأطفال في الرحم يبكون عندما يخافون، ولكن تمتلئ رئتيهم وممراتهم الهوائية بالسائل الأمينوسي حتى الولادة، مما يعني أنه لا توجد طريقة لهم لإنتاج الصوت. هذا يعني في الوقت الحالي أن الأطفال الخائفين داخل الرحم يصرخون ويبكون بصمت. هذا مخيف. رقم 18. جاد جدا. متلازمة كوتار هي حالة نادرة، حيث يقتنع المصابون بأنهم ميتون أو أجزاء من أجسادهم ميتة. يعتقد أنه ناتج عن خلل في مراكز التعرف على الوجه في الدماغ، مما يعني أن الشخص يصبح غير قادر على ربط العواطف بحركات جسمه، ولم يعد يتعرف على نفسه ككائن حي. يقنع البعض أنفسهم بأنهم قد حكم عليهم بالخلود على الأرض، في حين أن البعض الآخر يكون مرتبكا للغاية. عادة ما تحدث متلازمة كوتار بسبب صدمة في الرأس، لذا ارتدي خوذة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتكون آمنا. رقم 17. خذ نفسا. في عام 2007 قام علماء الأحياء بتحليل عينات الهواء المأخوذة من عدد من منصات مترو الأنفاق في مدينة نيويورك، ووجدوا أن 15% من المادة التي تم جمعها كانت من جلد بشري. مع كل خطوة أو حكة أو عطس يتم إطلاق جزيئات الجلد ويتم تحريكها بالحركة المستمرة لمترو الأنفاق. يأتي معظم الجلد الذي نتنفسه من كعوب أو رؤوس الركاب، لكن الباحثين وجدوا أيضا جلدا من مناطق أخرى مثل السرة وقنوات الأذن والإبطين وحتى الأطراف الخلفية. كم هذا لذيذ. رقم 16. نم مبكرا. قلة النوم يمكن أن تقتل، ويمكن لمرض واحد التأكد من ذلك. الأرق الوراثي المميت هو مرض نادر ينتج عن خلل في البروتينات في الدماغ، مما يمنع النوم تماما. هذا يؤدي إلى فقدان الوزن، التدهور العقلي والموت في نهاية المطاف. هذا نادر ويحدث بشكل عشوائي على ما يبدو، لكن جميع المحاولات السابقة لعلاج من يعانون من هذا الأرق باءت بالفشل. رقم 15. وحوش صغيرة لطيفة. لم ألتقي بعد بكلب لا يحب لعبة تصدر صوتا. هذا لأنه حتى بعد سنوات من التكاثر والتعلم، فإن الصرير المزعج لألعابهم يلعب على غريزة قديمة. في البرية كانت الحيوانات الفريسة الصغيرة مثل الأرانب والفئران تصرخ ألما عندما تصطادها الكلاب الجائعة، مؤكدة أن الوقت قد حان لتناول العشاء. لذلك عندما يلعب كلبك بشكل رائع فإنه يتخيل حقا تمزيق اللحم وسحق عظام حيوان صغير أعزل. بالتأكيد هذا طبيعي، ولكن بعض هذه الأشياء تبدو أقل روعة الآن. رقم 14. دموع صفراء مالحة. يتم اختراع بعض الحقائق لقولها عند لحظة الصمت في محادثة اجتماعية. يتبول الكركند من وجهه. هذا صحيح، للكركند فتحات لتدفق البول مباشرة تحت أعينهم. بينما يفرز بول الكركند السموم فإنه يحتوي أيضا على الفيرومونات. يتبول الذكور بقوة على بعضهم البعض في المعارك، وتفضل الإناث المنتصر. تستخدم الإناث بولهن ليس فقط لجذب الذكور، ولكن أيضا لجعلهم في حالة مزاجية رائعة. يا له من رجل محظوظ. رقم 13. الكثير من الموت. من الأفضل عدم التفكير كثيرا في معدل الوفيات في جميع أنحاء العالم. يا
يموت ما يقرب من 55 مليون و300 ألف شخص كل عام، يعني هذا 151 ألفا و500 شخص كل يوم، 6312 واحدا في الساعة و105 في الدقيقة. لذلك في الوقت الذي استغرقت فيه مشاركة هذه المعلومات معك، مات شخصان أو ثلاثة في مكان ما في العالم بشكل شبه مؤكد. رقم 12، حاصد الأرواح قادم. تنبيه حرق للأحداث، لسوء الحظ سوف تموت، ويمكن أن يحدث هذا في أي وقت. يمكن لموجة تسونامي واحدة أن تقضي على مئات الآلاف من الناس. وفي الواقع وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الغرق وحده يودي بحياة مئات الآلاف من الأشخاص كل عام. مقابل كل 5000 راكب دراجة على الطريق يقتل شخص في حادث مميت، ويموت 1000 شخص كل عام بسبب الصعق بالكهرباء. يموت ما يقرب من 40,000 أمريكي كل عام نتيجة لحادث مروري، بينما يموت واحد من كل 5 أشخاص بسبب السرطان، ويموت واحد من كل 4 بأمراض القلب، مع وجود فرصة واحدة من 119 للموت بمجرد السقوط. فإن الطرق المتنوعة بشكل لا يصدق للموت يمكن أن تسبب اليأس. لذا تذكر، تعلم السباحة وارتدي حزام الأمان وكن حذرا فقط، لا أريد أن أفقدك. رقم 11، تأثير المتفرج. إذا كنت في مكان عام من الآن ووجدت أن هذا الفيديو صادم للغاية ولا يمكنك تحمله، لسوء الحظ فمن غير المحتمل أن تحصل على أي مساعدة. نظرا لظاهرة صادمة تعرف باسم تأثير المتفرج، فإن احتمال حصول شخص على المساعدة قد يقل في الواقع مع ارتفاع عدد الأشخاص في الجوار. إحدى دراسات هذه الحالة هي وفاة كيتي جينوفيز التي قتلت في عام 1964 أمام شقتها، على الرغم من الموقع العام وتوسلاتها أهمل عدد لا يحصى من الجيران طلب المساعدة أو الاتصال بالشرطة، حيث افترض كل واحد أن شخصا آخر سيفعل ذلك. ظهرت حالات مماثلة مرارا وتكرارا، ولكن إليك نصيحة قد تنقذ حياتك. تشير الأبحاث إلى أن الإشارة مباشرة إلى شخص ما وطلب مساعدته هي أفضل طريقة لضمان المساعدة. رقم 10، الثعابين مزدوجة الأعضاء. قد لا يكون للثعابين ساقان، لكن لها عينان وفي الواقع قضيبان. فائدة وجود القضيب النصفي، أو كما أحب أن أسميه قضيب برأسين، هو أنه يتيح للثعابين التزاوج من أي جانب من الإناث. يكون هذا مفيدا حيث يمكن لما يصل إلى 100 ذكر أن يتجولوا حول أنثى واحدة في حالة جنون التزاوج. بصراحة أنا سعيد لأنني لست مدعوا إلى تلك الحفلة. رقم 9، من يضحك الآن. على الرغم من أنها تبدو هكذا، فإن هذه الزوائد غير العادية في إناث الضباع ليست في الواقع قضيبا. يأتي القضيب الوهمي كاملا مع كيس الصفن المزيف الخاص به، والذي هو في الواقع شفرين مدمجين. غالبا ما تكون الإناث أكثر قدرة من الذكور، كما أنها تميل إلى أن تكون أكثر عدوانية وتنتج بالفعل المزيد من هرمون التستوستيرون. وغني عن القول أن تزاوج عملية دقيقة يمكن أن تتطلب شهرين من الممارسة من قبل الذكور لإتقانها بشكل صحيح. مع هذا البذل الذي ينمو 7 بوصات خارج جسدها، تتبول أنثى الضبع وتتزاوج وتلد أطفالها. هذا الأخير مؤلم بشكل لا يصدق، و60% من الأشبال يختنقون حتى الموت بسبب ذلك في طريقهم للخروج. مع كل هذه الغرابة، حتى حدائق الحيوان يمكن أن تكافح لمعرفة الفرق بين الذكور والإناث. وأمضت حديقة حيوان واحدة في اليابان 4 سنوات تحاول تزويج ذكرين مع بعض. رقم 8، التنافس بين الأشقاء. إذا لم تكن الولادة صعبة بما يكفي للضباع، فإن الأشقاء حديثي الولادة يحاولون بانتظام قتل بعضهم البعض. يعتقد أن هذه غريزة متطرفة تم تطويرها لضمان إعطاء الأولوية للاهتمام الأبوي والحصول على كل الموارد. أعني، نحن جميعا نتخاصم مع أشقائنا، لكن هذا يبدو أنانيا بعض الشيء بالنسبة لي. رقم 7، بطة تأكل بطة. على الرغم من أن البط لطيف، إلا أنه يميل بشكل مفاجئ إلى أكل لحوم نفس النوع، خاصة عندما يتم تربيته في الأسر. عندما يفتقر طعامهم إلى المكونات الغذائية، أو أن محيطهم لا يتمتع بالتهوية الكافية، أو حتى إذا كانوا يشعرون بالملل، فسوف يستمتعون أحيانا بنهم أجزاء من جيرانهم أو حتى ذريتهم، أحيانا حتى الموت. المشكلة منتشرة لدرجة أن مربي البط يستخدمون آلات خاصة لقص المنقار. لاحظ الباحثون أنه أكثر انتشارا في الطيور التي تتغذى على الذرة، وقد لوحظ أيضا في الدجاج.
والأسوأ من ذلك كله أن هذا السلوك العدواني يمكن أن ينتشر إذا ترك دون رادع. ويلاحظ الخبراء أن هذه الثقافة المعدية لأكل اللحوم يمكن أن تقضي على ما يصل إلى ربع القطيع في الحالات القصوى. رقم 6. حلزون حاد اللسان. هذا المشهد المرعب بشكل مدهش لم يصممه HR جيجر لفيلم الفضائيين القادم، إنه في الواقع راديولا، شريط يشبه المنشار في فم الحلزون يحتك حول الطعام ويمزق قطعا للأكل. قد يحتوي الراديولا العادي على حوالي 12,000 إلى 20,000 سن مرتبة في صفوف، هذا 100 مرة أكثر من معظم أسماك القرش. رقم 5. صورة مثالية. في العصر الفيكتوري كانت تقنية التصوير الفوتوغرافي في مهدها، مما يعني أن وقت الوقوف المطلوب لالتقاط صورة كان طويلا جدا. كان يتعين على الناس الوقوف تماما لمدة دقيقة تقريبا لمنع التعتيم، وهو أمر صعب بشكل مفهوم، لكن الحركة ليست مشكلة للموتى. لهذا السبب كلما رأيت شخصا واضحا تماما في صورة ضبابية من هذا الوقت، فمن المحتمل أنك تنظر إلى جثة. في ذلك الوقت كان الموتى وخاصة الأطفال يوضعون بأزيائهم ويتم تصويرهم، وغالبا ما يتم رفعهم من الخلف. كانت صورهم تذكارا أو هدية مثالية في عصر كان الموت فيه في الغالب على بعد عدوى واحدة. رقم 4. فرحة القراصنة. لقد رأينا جميعا أو كنا ضحية نوع من الاختراق، كما تعلم، مثل حصريا انقر على هذا الرابط وشاهد ما حدث لهذا الشخص، نوع الرسائل التي يتم إرسالها إلى كل شخص في قائمة الأصدقاء. لكن الشركات الصغيرة أو المواقع الأخرى أكثر عرضة لخطر الهجمات الضارة، حيث يتم اختراق 30,000 موقع ويب يوميا. غالبا ما تضيف هذه الاختراقات محتوى غير مرغوب فيه، أو تسرق البيانات، أو تضعف الخدمات، أو حتى تضيف أكوادا ضارة للإضرار بأهداف الشركة أو سمعتها. والأسوأ من ذلك كله أنه لا يمكن فعل الكثير لمنع الاختراق، ولكن يمكنك البدء بتجاهل تلك الرسائل غير المرغوب فيها والمشبوهة. مع ذلك أتمنى لك التوفيق في شرح ذلك لعمتك العجوز. رقم 3. قنابل زمنية تدق. واحد من كل 50 منا يتجول الآن مع تمدد الأوعية الدموية في الدماغ. أنت لا تعرف بشأنها لأنها لم تتمزق بعد. يمكن أن تتطور هذه الانتفاخات في الأوعية الدموية الضعيفة في أي مكان في الجسم، وعادة لا تظهر عليها أي أعراض، ويمكن أن تنفجر في أي وقت. 40% من ضحايا تمزق الأوعية الدموية الدماغية يموتون. 66% ممن يبقون على قيد الحياة سيعانون من نوع ما من إصابات الدماغ الدائمة. حقائق ممتعة، أليس كذلك؟ رقم 2. دكتور الكوالا. ضع ذلك جانبا، فأنت لا تعرف أين كان، هي العبارة الشائعة لكل الآباء في كل مكان، ولكن ليس عادة خلال فرصة التقاط الصور مع الكوالا، ولكن يجب أن يكون الأمر كذلك. بين عامي 2001 و2008 مات ما يقارب من نصف سكان المناطق الحضرية من الكوالا في أستراليا. وجد الباحثون أن الكلاميديا الخاصة بالكوالا هي الجاني، والذي غالبا ما يؤدي إلى العقم والعمى والالتهاب والموت في النهاية. في الكوالا يمكن العثور على المرض بنسبة تصل إلى 100% من أفراد بعض السكان، وينتشر بسهولة من خلال التزاوج والقتال والولادة وأكل باب. باب بشكل مثير للإشمئزاز نوع غذائي من البراز تطعمه الأمهات للأطفال لمساعدتهم على هضم الطعام. والأسوأ من ذلك كله هو أن كلاميديا الكوالا يمكن أن تنتقل بسهولة إلى البشر عن طريق البول. لذلك بأي ثمن تجنب بول كوالا خائف. في الواقع من الأفضل لك تجنبها بشكل عام، لكني أعلم إنهم لطيفون للغاية. رقم 1. الغباء المعدي. هل شعرت يوما أن ذكاءك يتم استنزافه حول أشخاص أغبياء؟ قد تكون هذه عملية بيولوجية أكثر مما تعتقد، في حين أن الذكاء محكوم بالعديد من العوامل، إلا أنها ليست كلها مبرمجة في حمضنا النووي منذ الولادة. في الواقع في عام 2014 اكتشف العلماء في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز أن فيروسا يدعى ATCV1 كان موجودا في أجسام 44% من الأشخاص الخاضعين للاختبار. كان أداء الذين يأوون الفيروس وكذلك الفئران المصابة بالفيروس أسوأ بشكل ملحوظ في اختبارات انتباههم وسرعة ودقة معالجتهم البصرية. على الرغم من عدم معرفة الآليات الدقيقة المسؤولة حتى الآن، يبدو أن الفيروس يغير وظيفة جينات معينة في الدماغ. إذا كانت نتائج التقرير تمثيلية، فهذا لا يعني فقط أنك يمكن أن تصاب بالغباء، حوالي 40% منا قد يكون لديهم بالفعل.
ما هي الحقائق التي تتمنى أنك لم تسمعها؟ هل لديك أي معلومات مرعبة أخرى خاصة بك؟ أخبرني بها في التعليقات أدنى، وشكرا للمشاهدة.